السلام عليكم خواتاتي وصحباتي والكبيدات ديالي، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ صحتكم مزيانه؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير وتكونوا بصحه مزيانه ان شاء الله. مرحبا بالناس جداد وناس قدام معايا في القناه، وشكرا لكم بزاف بزاف. اليوم غادي نعطيكم وصفه ديال القمل اللي طلبات عليا واحد المتتبعه. دائما مسكينه كتقول لي في التعاليق عطينا اختي الوصفه ديال القمل، واش عندك شي وصفه ديال القمل؟ علاش ما عطيتينيش الوصفه ديال القمل؟ راني كتبت لكم وما قلتي لي والو. شوفي اختي، انا كنستنى غير باش نجيب لك شي وصفه اللي واعره وتكون مجربه ومجربينها ناس اللي انا كنعرفهم، ويعني ماشي غادي نجي نقول لك الوصفه وديريها وما تعطيكش نتيجه. لا، كنبغي نعطيكم شي حاجه اللي كتعطي نتيجه زوينه باش تشكروني وتشكروا حتى دوك الناس اللي عطاوها ليا. وكاينه شي وصفه اللي كنكون انا مجرباها، وكاينه شي وصفه اللي كناخذها من عند الناس اللي هما لهم الثقه بحالي. المهم سيري بنتي جلسي. هاد الوصفه اللي غادي نعطيكم اليوم البنات، هاد الوصفه مجربه من عند ناس، من عند ناس اللي فعلا ثقه وداروها لوليداتهم وعطاوها ليا، فداكشي علاش غادي نعطيها لكم. واخا راني بغيت نجيب الرمله، لحقاش هاد الوصفه هادي فيها الرمله ديال البحر، فيها الرمله، بغيت نجيبها باش ندير معكم نخلطها معكم وتشوفوا كلشي بالنسبه للسيد اللي طلباتها ليا، باش تشوفي كلشي كيفاش كنخلطو كيفاش كتصايب. وما لقيتش كيفاش نجي ندير تنجيب الرمله، لحقاش البحر بعيد عليا، وقلبت على هنايا في الحي اللي انا فيه، قلبت على الرمله زعما شي بلاصه اللي يكون فيها البنيه ولا سميتو، ما لقيتش. يعني راه دايره مجهود معاكم، اي وحده كطلب لي شي وصفه كنبغي نجيبها ليها على حقها وطريقها. المهم انا غادي نعطيك دابا، غادي نشوف تفاهم مع بنتي مبرسطاني هنايا، وغادي نعطيك الوصفه بالتدقيق ونقول لك الطريقه ديالها وكلشي. المهم اختي انا غادي نعطيك الوصفه ونعطيك الطريقه ديالها وكلشي، وباش حتى البنات حتى هما يستافدوا. بالنسبه اللي عندهم وليداتهم كيجيبوا ليهم القمل من المدرسه، لحقاش كما كتعرفوا الوليدات راه كيتعادوا من المدرسه. واخا انا الحمد لله عمر بناتي ما جا ليهم القمل، وعمرهم ما كان فيهم القمل. واخا دابا بنتي راه 3 سنين وهي كتمشي للمدرسه، ما عمرها ما الحمد لله ما تعادت ليا بالقمل، والحمد لله بلا ما تقولوا لي فت العياقه كتقول لنا زعما بناتي ما فيهمش القمل، واش حنا موسخين، واش حنا هادي وانتي نقيه؟ لا حاشا خواتاتي حاشا، واش نقول هاد الهضره هادي؟ لحقاش الوليدات كيتعادوا من المدرسه، راه كما كنقولوا حوته كتخني الشواري، راه كان غير وليد ولا بنيه وحده فيها القمل راه كيتعادي، وقسم كامل كيتعادى. المهم ندخلوا دابا في الاول، حتى انا ملي كنت صغيره كان فيا القمل، ملي كنت صغيره كان فيا القمل وداواتو ليا امي، ولكن ما بقيتش عاقله اشنو دارت ليا، الله يرحمها مسكينه، ما بقيتش عاقله شنو. ما غاديش نبدا نفرح عليكم نقول لكم لا بناتي ما فيهمش القمل، هذه هذه هذه، نبدا نعاق عليكم. لا اختي انا ملي كنت صغيره كان فيا القمل، وملي كتقول شي حاجه تقولها، وما كايناش شي وحده اللي كانت صغيره في السن ديالي انا وما دوزاتش القمل، ما كايناش في العالم كما كان، سواء تكون كما كان النوع ديالها، ضروري ما كدوز واحد المرحله ديال القمل، وحتى كداوي ليها امها وعاد كتولي كتحيد منها. اما الوليدات ديال دابا قليل 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 اللي كتكون فيها القمل، قليل، يعني كتلقاي وحده في المية ولا وحده في الميتين اللي كتجيب القمل، سواء وليدات او بنيات. المهم اختي انا غادي نعطيك، لا بنتي حطي لي هذه كنبغيها، غادي نعطيك اختي دابا الوصفه بلا ما نطول عليك بزاف. عندي البنات في الوصفه غادي نحتاج الصابون البلدي، الصابون البلدي راه معروف، والخل ديال التفاح، الخل ديال التفاح راه زوين كيحيد القمل، كيحيد السيبان، كيحيد القشره من الشعر، وزوين الفروه ديال الراس، زوين هذا الخل ديال التفاح والصابون البلدي. كنزيدو معاهم الرمله ديال البحر، الرمله ديال البحر انا كنت غادي نجيبها، بقيت كنقلب عليها لحقاش البحر بعيد مني شويه، وبقيت كنقلب على الناس اللي كيكونوا هنايا كيبنيو باش ناخذ من عندهم الرمله، غير نوري لكم الطريقه ونخلطها قدامكم. واخا الرمله ديال البحر هي اللي كتصلح للقمل، لحقاش الناس السيده اللي عطاتني الوصفه قالت لي جبت الرمله ديال البحر، جابت الرمله ديال البحر، كتاخذي قالت لي كتاخذي قياس جوج معالق كبار ديال الرمله، ياك كديرهم في شي طبيسيل، وكتاخذي بحال هكا قياس جوج معالق كبار ديال الصابون البلدي، قياس ديال الرمله قدو قد الصابون البلدي، ياك، وكتزيدي جوج معالق كبار ديال الخل ديال التفاح، يعني ثلاثه ديال المكونات، واخا الخل ديال التفاح، الصابون البلدي والرمله. تمام بنتي خليني نصور، خليني نصور، اه صافي اوكي 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 صافي اه زوينه، وخليني نصور بنتي، واخا قلت لكم البنات الصابون البلدي، الخل ديال التفاح والرملة، كتاخدي نفس القياس، جوج معالق ديال الخل ديال التفاح، جوج معالق ديال الصابون البلدي، جوج معالق ديال الرملة ديال البحر،
لحقاش كتكون مالحه الرمله ديال البحر، تاخديها من الجنب ديال البحر اللي كيضرب عليه الماج، واخا تجيبيها فاسقه ماشي مشكل. صافي كتخلطي هذا الخليط هذا، كتخلطيه مزيان وكديري في الشعر ديال البنيه او الوليد ديالك. حنا نديرو البنيه، كديري في الشعر كتعمري لها شعرها مزيان مزيان، الا كان شعرها قوي وطويل كتضاعفي المقادير، يعني هاد المقادير كتضاعفي المكونات. كتزيدي كديري مثلا 3 معالق ديال الصابون البلدي، 3 معالق ديال الخل ديال التفاح، 3 معالق ديال الرمله. كتخلطي هادشي مزيان 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 حتى كيذوب هاد الصابون البلدي، وكديري البنيه على الشعر ديالها، كتعمري ليها الجدر، كتبقاي تفرقي لها شعرها وكديري لها في الجدر، كديري لها مزيان، وكتغطي بواحد السلوفان، داك السلوفان ديال هذيك السلوفان الغذائي راه تيكون كيلصق على الراس، داك الرول ديال السلوفان الغذائي كديريه بحال هكا، كدوري على الراس ديال البنيه وكتحزميه ليها وكتخليها من ساعه حتى ساعتين. كما قلت لك كديري السلوفان الشعر ديال البنيه كتحزميها بشي زيف وكتخليها من ساعه حتى ساعتين، يا اما ساعه ولا ساعه ونص ولا ساعتين، المهم كتفوتي ساعه وما كتخليهاش ليها اكثر من ساعتين، يا اما ساعه ولا ساعتين في الشعر ديالها صافي راه كافيه. وكتدخليها يا اما للدوش اولا للحمام، وما كتخويش عليها على شعرها الماء، ما كتخويش الماء حتى كديري هاد المشطه هادي، هاد المشطه ديال القرن كتاخديها، كتاخدي هاد الجهه الغليظه باش ما كتجرحيش لها الشعير ديك الفروه ديال الراس ديالها، وكتبقاي قبل ما ديري الماء كتجدي لها غير بشويه. من طبيعه الحال انت راه حتى كتكوني فاكه لا شعرها عاد كديري لها هاد الوصفه هادي، باش كيجيك ساهل ملي كديري لها هاد المشطه، وكتبقاي كتجري لها بحال ما هكايا غير بشويه، ما تجرحيش ليها. المهم كتشدي من الجدر ديال الفروه ديال الراس ديالها وانت كتجري، وانت كتمشطي وانت كتمشطي وانت كتمشطي، وكتحيدي هذيك الصابون البلدي والرمله راه كيهبط معها داك الكمل والسيبان وكلشي، وكتعاودي تبقاي تمشطي 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 مزيان، وتكوني باقا ما خويتيش الماء، كتخوي غير واحد شويه باش تفزق لها شعرها، وكديري ليها شامبوان ديال الاطفال، شامبوان ديال الاطفال كديري كتكثري، وكتبقاي بحال ما هكايا كتفركي لها في شعرها مزيان بيدك، كتبقاي تفركي لها تفركي لها تفركي لها في شعرها، وكتعاودي ثاني ديري المشطه ديال القرن، كتبقاي تمشطي لها كتمشطي لها مزيان، وعاد كتخوي الماء. عرفتي راه الا درتي لها جوج ديال المرات في الاسبوع هاد الوصفه، وتغسلي لها بالشامبوان ديال الاطفال، هذا هو باش كنغسل لبناتي. الحمد لله من النهار اللي كيتزادوا كنغسل ليهم بهاد الشامبوان ديال الاطفال، الحمد لله عمرهم ما جاهم لا قبل لا سيبان لا حتى شي حاجه. هذا راه زوين، هذا راه كنصح حتى البنات الكبار حتى هما يصل. المهم اختي كما شتي الوصفه راه مفهومه ومعروفه، الخل والصابون البلدي، الخل ديال التفاح، الصابون البلدي والرمله، كتخلطيهم راه عطيتك القياس وكلشي، وكديريهم الشعر ديال البنيه بالطريقه اللي قلت لك، وديريها جوج ديال المرات في الاسبوع، وغسلي ليها بالشامبوان ديال الاطفال، وان شاء الله من المره الاولى غادي تحيد، والمره الثانيه غادي ملي ديريها ليها دوز واحد تقريبا واحد اليومين ولا 3 ايام، عاودي ديري لها الوصفه ديريها لها عاوتاني وغسلي ليها. وهاد الشامبوان دائما غسلي ليها بهاد الشامبوان هذا. انا غير كنعطيك مثال، ما عرفتش واش عندك انت ولا عند وليداتك ولا عند بنيتك ولا وليدك، ما عرفتش. المهم هذه هي الطريقه اللي قلت لك اللي داروها ناس وجربوها لوليداتهم وسولتهم وعطاوها ليا وقالوا لي حتى في القناه، واللي جرباتها تقول الله يرحم الوالدين. وبارطاجيو هذا الفيديو هذا باش الناس يرحموا لكم نتوما والديكم، حتى السيده اللي عطاتها ليا حتى هي تدي دعوات ديال الخير، وحتى انا ندي معكم دعوات ديال الخير. وبلا ما نقول لكم بارطاجيو القناه وديروا لايك وديروا، راه نتوما البنات اللي عجبكم الوصفات ديالي راه نتوما غادي تبارطاجيوهم مع الناس اللي كتعرفوا، وغتقولوا لهم هذه الوصفه راه درتها من عند فاطمه دغوغيه وعجبتني، وها هي القناه ديالها. وخليتكم على خير، تلقاو ان شاء الله بوصفه جديده، غنعطيكم واحد الوصفه ديال البشره واعره البنات، انتظروها في الفيديو الجاي ان شاء الله. خليتكم على خير، تلقاو ان شاء الله في فيديو جديد.